ليش مانك على بعضك أبو سليم؟ شو هالمنظر تبعها؟ المشكلة مو بمنظري يا جناب الوكيل، المشكلة هون بعقلي. لك أنا قتلت واحد كانت الناس كلها تحلف بحياته، لا وفوقها رح نتهمنا واحد ما له علاقة بالموضوع كله. ايوه معناها صحيان ضميرك يا أبو سليم، كبلي ضميرك على جنب وقلي لشوف انت قديش اخذت وقت قتلتها بشكري. 2000 ليرة ذهب، وهلأ بلك قدن على مرتين، بس بشرط انك تقتل نوري أبو الدهب. لا عمي لا لا، مو ظابطة لا، يا أنا ماني مصدق إني أخلص من شغلة أبو شكري، يطلع لي كمان نوري. لك الزعيم أبو شكري عم يطلع لي بالمنام. يا جناب الوكيل يستر على عرضك افهمني، لك بكون قاعد ما بلاقي غير انزرع بخلقتي، لك صوته بأدني. لا لا عمي لا، ما تنعيدها ما تنعيدها، بعدين قلبي حاسسني إنه هالمرة رح ينكشف، ما لي علاقة. بذكرك بس يا جناب الوكيل انه رجلي ورجلك بالفلقة سوا، يعني مشان ما تنسى. وانا بحب ذكرك انه انا هلا فيني اخذك لعندي على الحبس، والدبان الازرق ما بيعرف طريقك، بس انا بحبك وانت بتعرف اني انا بحبك. مشان قصة قتل ابو شكري انا لا كنت ولا شفت، انت اللي قتلته بايدك، وانا ما قرر لو قلت للشام كلياته انه الوكيل طلحت له علاقه بالموضوع ما حدا رح يصدقك. بقى حليب معي صافي، لا احلب معك صافي. ابو سليم هي دفع على الحساب، وبس قتل نوري بكمل لك المصاري. بس يا جناب ما بدها بسبسه، قتل نوري وخذ حقك على دوز بارا، وبعد منها أنا رح أتركك تعيش حياتك مثل ما بدك. لا تفكر أبو سليم، نوري رح يموت رح يموت، وإذا مو أنت قتلته في 1000 واحد بالشام بيحلموا بهدول المصاري. هدول سلوي، بقى خليك معي وما بتندم. طيب أنا رح أقتلك نور، بس بشرط. شو هو؟ تتركني بحالي وما تتقرب علي. أنا بقتلك نوري وأنت بتعطيني الذهبات، وكل واحد منا بيروح بسبيله. مع إنك غالي علي خير الله يا أبو سليم، وأنا ما بقدر بعيد عنك، بس إذا هيك بدك أنا موافق. وإمتى رح تقتله لنوري؟ أعطيني 3 أيام بيكون نوري ميت. لا يا زلمة، معك لبعت العيد بيومي، يعني 5 أيام. ولا تنسى أبو سليم، أوعك تلعب معي، لأنه أنا إذا عصبت ما برحم حدا، وأنت بتعرف مين الوكيل طلحت منيح. خد لي طريق لشوف. يلا شرف جناب الوكيل. شرف. يلا يلا تفضل جناب. شرف. يلا يلا تفضل. خاطرك عم سليم. جاني هاد كمان.
خلصنا أبو سليم؟ القصة ما بدها تفكير. اقتل نوري وخد الذهبات وساعتها بتصير أغنى زلمة بالشام. مشكلة الضمير لها حل. المصاري، المصاري بتطفي نار الضمير اللي شعل جواتك. خود الذهبات، خدون. العمى أبو سليم هو اللي قتل الزعيم أبو شكري، وبده يقتل الزعيم نوري كمان. لك يخرب بيتك، أنا عايشة مع قتال قتله ومالي عرفانة. قولي على قامتك يا ياسمين، لك قولي على قامتك على هالعلقة.